السلامة، أنا اسمي نور الدين الشايب. ألور أنا مبسط منسق، عندي 15 عام كارير في مجال بعث المؤسسات تكوين الباحثين. تو عندنا 15 عام نخدموا حسب مقاربة بعث المؤسسات تكوين الباحثين سيفي. سيفي راهو سان برودوي معناها يلاقي معناها ستاندار لشان انترناسيونال. اش معناها برودوي ستاندار لشان انترناسيونال؟ القوة نتاعو في المقاربة نتاعو هي مقاربة تفاعلية. اش معناها مقاربة تفاعلية؟ معناها الابروش اللي نخدموا بها والفلسفة نتاع سيفي هو سي لو شونجمون دو كومبورتمون. دخلت في الفورماسيون سيفي طبعا هذا لو سيزيام جور، في البريود الاولى خدمنا على بيرسوناليتي وتو دخلنا في لو بروجي في حد ذاته. فورماسيون سيفي تنجم تحلك باب اذا انت عندك ايدي، اذا عندك ايدي تنجم تواصل، تنجم معناها تبحث على البروسيدور باش تنستالي ليدي نتاعك. ما فماش نتصور حتى عراقيل، تنجم تتوكل على ربي وتبدا. ما مش بالضروره انسان يقعد يمشي بيرو شغل فقط باش يلوج على شو اسمه مش ابيل دوفر معناها عرض الشغل، ولا نقعد نستنى في كونكور نتاع ليتاتيك ولا كذا. تنجم تقصد ربي وتعمل اتيود صحيحه، حاول معناها كيفاش تنقص الريسك على روحك وتتوكل على ربي. ان شاء الله منا اللي نكملوا الفورماسيون الكل وبو دو فانجور ان شاء الله نوصلوا معناها ناخذوا فكره شامله، نتحطوا على السكه الصحيحه، نعرفوا البروسيدور الكل. لي برومي جور دو لا فورماسيون معناها لو بارتيسيبون il est dans une phase de réticence, il est dans une phase d'observation, le comportement plein d'ennui, il est un peu timide, il est un peu retiré, il y a un problème au niveau de la confiance en soi. Mais tbaqina tra معناها comme s'il y a une montre de développement de groupe, il y a toute une équipe, il s'implique dans le travail d'équipe, il y a une vision positive de l'entrepreneuriat. L'objectif de la formation c'est quoi? C'est d'être outillé avec une mallette. اش معنى يوم مالات؟ يعني لو بروموتور باش كي تسيبوا في الدنيا نهار اخر ما يحيرش. اتجهت لبيرو الشغل، حبيت نشوف فماش دورات تكوينيه في دومين الفلاحه. يا اخي واتت دوره السيفي هذه شاركت فيها، وما بين البارمي بريسك 30 مومبر شاركوا فيها، وقع الاختيار علي مشروعي تربيه الارانب. بدينا في الدوره البارمي بوندون 3 جور الاولانيين. روحي يعني نجم نكمل في المشروع اللي في مخي، نجم نكمل فيه. وقيت اللي الدوره التكوينيه هذه هي تساعد على انك ترتكز في السوق. معناها الى اون ترافاي افيك لوي ان سورت دو كوتشينغ، يولي هو سي يخدم في لوتو كوتشينغ. يعني ما عادش يحير انه معناها يو بو بلو فير ابيل، ما عادش يستحق، ان با بيزون باش يطلب زيد ولا عمر باش يستشير. عنده يمالات اون كاس اوتي معبيه بلي زوتي، كل ما يلقى روحه دون سيتياسيون بروبليم يجبد اوتي من كل زوتي هذوكوما ويتصرف بها اون طون ريال. دونك جو مي بريزونت عبير غذاوي، لا بروموتريس اي لا فونداتريس دو لونتربريز فارماتيك فارماسيوتيكول تكنولوجيز. البروجي هو ان نصنع لا ماتيير بروميير دي ميديكامون افيك ان بروسيسوس انوفون اي نوفيل تكنولوجي. دونك انا تعاملت مع هيكل مستير، تعاملت مع بيبينير قصر هلال اللي هما يعملوا تو سكي اكومبانيمون تكنيك فينونسيير، وفروا لي لوكال وين قبل ما يكون عندي بير وين نعمل لي ريونيون وكل شيء. تعاملت مع سونتر دافير مستير اللي هما عملوا لي ليتود فينونسيير كامله وتو لاكومبانيمون من الكوتي هذيك. ريسامون عملت السيفي اللي فما برشا عباد يقول لك البروجي نتاعي سي بون حاضر، ما نعملش السي في. وهذيك فكرتي كيف كنت دخلت لها، مي مالغري اللي البلان دافير نتاعي كان توتالمون حاضر، مي بعد ما عملت السي في فما برشا حاجات تبدلت، برشا حاجات زادت، برشا حاجات نقصت. فما برشا عباد يقول لك انا نحب شهريه مسمار في حيط، والا نحب نخدم خدمه قاره، مي نو احنا لي بورتور دو بروجي، احنا اللي نبدلوا العالم. هو صحيح انك كيف تبدا من الاول تحسها صعيبه انك باش تبدا بروجي والا باش تعمل حاجه وحدك، مي با زا با سورتو اللي فما لاكومبانيمون، الهياكل اللي حكيت عليها ديما بابهم محلول، واتو مومون تمشي فما اكومبانيمون وفما مختصين وفما دي زيكسبير يكونوا على ذمتك ديما. خذينا بيرو تويكا نستعملوا فيه بلاش ولابوراتوار بلاش، وسي بون احنا بدينا لاكتيفيتي نتاعنا دي لو 1 افريل. منى شاكر صاحبة مشروع مدرسة ابتدائية خاصة انكور دانستالاسيون فيزيك. في المرحلة الأولى تعدينا بالمرافقة والتأطير والتكوين من طرف مركز الأعمال وفضاء المبادرة، وعملت سي في، حضرنا فيه مخطط الأعمال وكرسة الشروط. كلفة المشروع بلغت 100 ألف دينار.
المدرسة متاعنا في البالمية، بقعتها ياسر مزيانة، باش نعملوا فيها إن شاء الله تحضيري ويكم سنة أولى حتى كشي للسيزيام. محمد علي الصغير، شاب عمري 25 عام، فلاح، ولاية منستير معتمدية الساحلين. شاركت في دورة إعلامية للتشجيع معناها المشاريع الصغرى، اتصلت بالأبياء، شرحت لهم على المشروع بتاعي كله، عجبهم المشروع بتاعي اللي هو يتمثل في معناها زراعة الورود والمنتجات الفلاحية، 12 بيت محمية في حدود معناها 100,000 دينار. اتصلوا لي معناها بفضاء المبادرة، المندوبية الفلاحية، البنك التونسي التضامن، قدمت الدوسي وكل كاية معناها وصبيته في البنك التونسي التضامن. عاونتني لابياء وبالخصوص السيد كريم بن فرج والسي فوزي نائب متاعه، وقاعد معناها نشارك كل دورة معناها يطلبوها مني نمشي ونشارك فيها. والله نشجع معناها حاجة بلاي، حاجة بسيطة نحب أن نعطيها للشباب كل كاي في تونس، كل كاي اللي يحب يدخل الفلاحة رغم مجال فلاحي رغم مفهمش كيفه. والله معناها مفهم حد شيء صعيب في تونس، لأن خاصة الفلاحة مفهم حد شيء صعيب. اللي يحب يخدم يحب يخدم يعتزم باش يحب يوصل الحاجة بتاعه، يعتزم ويوصل يتصل بالأبياء. والله يعني ما لقيت حتى حاجة صعيبة معناها، واتصلت بالسيد كريم مدير الأبياء ما خلى حد شيء معناها ما عطاهوليش، وصلني لكل معناها كل اللجان المختصة في مجال الفلاحة وعرفني بيهم ومعناها وحطني في الصورة المباشرة معهم هم، وشرحت لهم كل ما معناها كل ما هو معناها حاجة معناها مستحقها منهم. ومشكورين لأولاد كل كاية، الله يرحم والديهم معناها كل كاية فرحوا بيا وعاونوني وبارك الله فيهم. عصيرة أني وسام عليا، انجنيور ميكانيك، صاحب مشروع سي ان سي كونسيبت. المشروع يتمثل في الجرافور والديكوب اكوموند نيميريك على لي ماتريو توندر كيما الام دي اف ولا لا لوكوبونت. لي كليون بتاعنا جينيرالمون هما لي فابريكون دو موبل اي لي ارشيتيك دانتيريور تو سكي ديكور. تخرج من 2008، خذت برشا تجارب في الشركات الخاصه، معناتها خدمت في 6 شركات خاصه على 6 سنين. دونك كان القرار باش نحل مشروع وحدي بعد برشا محاولات في معناتها نلوج في افكار نتاع مشاريع، خاطر وقتها ما كانتش عندي فكره معينه. اتصلت بالبيبينير 2-3 فوا، كل مره فكره نتاع مشروع مي ما كانتش تصير الفاليداسيون بالنسبه لي. معناتها بعد الدراسه المبدئيه نتراجع، لان في مارس 2015 جاتني الفكره نتاع المشروع هذايا، واتصلت بالبيبينير دونتربريز وعملنا البلان دافير. لأن بحكم التجربة متاعي حبيت ننصح الأخيان اللي ما يلزمش يتربطوا بالوظيفة العمومية وإلا بالشركات الخاصة، خاطر كما صار في الحالة متاعي، خدمت في الشركات الخاصة مشيتش معايا بالكدا، قدمت في كونكورات الوظيفة العمومية وما لقيتش بوست، قعدت قريب العام بطال. دونك بعد ما قعدت نشرشي ونبعث في لي سي في وديما نخمم كيفاش باش نخدم في الشركة، فاللي قلت علاش الواحد ما يخممش كما نقولوا بالانجلي اوت اوف ذا بوكس، علاش ما يخممش باش نعمل بروجي وحدي. وفعلا هذاك اش صار. اوكي صعيبه برشا من الاخر من الاول، برشا مرات واني في وسط لي تو دو بروجي ولا حتى من في الديماراج نوقف نخمم نقول اني فاش نعمل توا، علاش عملت، مش كوم العباد الكل اسكو الثنيه اللي مشت فيها هذه صحيحه ولا غلطه. اوكي الواحد باش يخاف يحس بلي حاجه غريبه، يحس اللي فيها ريسك، من الريسك نتاعها ماهوش اكثر من ريسك تبقى خدمه في شركه بريفي، حتى ولو مترسم في اي وقت تنجم تسكر الشركه، في اي وقت تنجم تعارك وعارفه ما تفهمش وعارفه. دونك فما حد شيء مضمون. العقليه نتاع مسمار في حيط يظل مشات مع باتنا في وقت اللي في الوقت هذاك، دونك ما يزناش خموا بها. الواحد يكون طموح شويه، يدخل شويه في الريسك ويخمم بالكدا وان شاء الله زينه. Thank you.
أمير فرجلة 24 عام من الوردانين، صاحب مشروع صنع مواد تجميل وعطورات، متحصل على الإجازة التطبيقية في مواد التجميل والعطورات في صفاقس كلية العلوم بصفاقس سنة 2014. ما كانش عندي فكرة الحقيقة، مشيت للفضاء المبادرة اللي هما عاونوني باش نطور الفكرة متاعي الساعة باش أملول. عملت المورين اللي هي كانت مدتها 3 أيام، ومن بعد اقترحوا لي باش نعمل السيفي اللي هي كانت فورماسيون فادتني برشا باش نوقف على الجوانب المهمة للمشروع متاعي. حصلت على دراسة المشروع متاعي ومشيت قدمتها للبنكة في البي تي اس، قدمت يوم 2 أكتوبر 2015، تحصلت على الموافقة المبدئية يوم 2 ديسمبر 2015. حاليا دخلت في مرحلة الانتاج يوم 4 جانفي 2016، وعندي تو 4 شهور نخدم ولابس. البداية هي صعبة شوية أما لابس. غدوة نطمح باش نصدر، وعندي برشا طموحات إني نكبر المشروع متاعي ونعاون الشباب باش يخدم، خاطر كيما عاونوني العباد نحب نعاون العباد زاد. اسمي أحمد بوسالم من الوردانيين، أنا باعت الشاب عندي 3 شهور من اللي بديت ننشط. عملت مشروع متاع صناعة الأغطية والمفروشات، قريت في المدرسة الوطنية للمهندسين في المستير، وخدمت 6 سنين في معمل. بعد اللي خممت باش نعمل بروجي وحدي، البروجي قدمته على طريق بنك التضامن، قيمة المشروع 56,000 دينار، وعملت فورماسيون جيرم مع فضاء المبادرة وتمتعت بمنحة الانطلاق. اكثر مشاكل توقع نتعرض لها هي الفوندرولمون بارابور لقيمة البروجي ناقص شويه. ماذا بينا وكان مثلا الفوندرولمون تكون عندنا امكانيات اكثر باش نجموا نشريوا اكثر سلعه ونجموا نخدموا. عسلام ومرحبا بكم. أنا فوزة عثمان، مواليد 92. الفكرة هي بدأت كما نقولوا نحن بشوي بشوية، خممنا كيفاش نجم نعطيه إضافة للدومين سبورتيف، وصلت أسرت مومو لقيت حل إنه نعملوا معناتها الروبو دونترينمون ديدي او غارديان دي بوت باش نحسنوا النيفو نتاع الغارديان. شاركت بالفكرة هذه في برنامج نجوم العلوم اللي هو يتعدى في الام بي سي 4، ومثلت تونس، حصل لي شرف اني نمثل بلادي، وصلت للمركز الخامس. روحت لتونس وقررت اني كما نقولوا نحن نواصلوا الخدمه اللي بديناها في قطر. عملنا تسجيل براءه اختراع في تونس وفي قطر، واليوم نحن معناتها قاعدين نخدموا كما ما تشوفوا معايا قبيل فتح الله انجينير الكترونيك، يسري جازا انجينير ميكانيك، واني معناتها لاهي بالديفلوبمون انفورماتيك، ومعانا احمد منصور ماهوش موجود تو بور لانستون. دونك بدينا بشوي بشويه، اتصلنا بمركز الاعمال في المستير، حاولنا انه نعملوا يونيتي دو بروجي غاديكيه. ومن بعد لكاية المسؤول الموجود بعثني للبيبينيير، قال لي اتصل بالبيبينيير زاد باش تواصل الخدمه ستيب باي ستيب، يعني بدينا نقدمه بشوي بشويه. عملنا دراسه المشروع، ولكن صارت لي بعض المشاكل اللي هي كما نقولوا نحن ما جاتش ماكينه من قطر، فيك تعطلت شويه في الديوان وكذا، فقلنا علاش ما نعملوش ان بروتوتيب ثاني ونواصلوا نحن الخدمه. توا قاعدين نعملوا في الفيرسيون 2.1، ديك تحضر البروتوتيب الثاني باش ننتقلوا للمرحله اللي بعدها اللي هي الفينانسمون تاع البروتوتيب هذا. ونشجع بصراحه كل انسان يعني يحب يخدم ويحب يدخل في الدومين دي انوفاسيون. علاش؟ يعني كيما ما تشوفوا نحن لوكال بسيط كيما نقولوا نحن هيك صغير على الاخر، مي نحاولوا نعملوا ان انفيرونمون دو ترافاي، وبشوي بشويه بالخطوه بالخطوه الواحد يحاول يخرج من البلاصه هذه، كل مره يزيد يتطور. يعني ما يجيش انسان ديريكت يكون متطور، بالعكس انسان كيما نقولوا تولد صغير ويكبر، وهذا كان احنا فاش قاعدين نحاولوا نعملوا. اسمي مسلم بوغمرة، عمري 26 عام، عندي دبلوم تكنيسيان سوبيريور اون الكترونيك انفورماتيك اندستريال. عملت ستاجات في البوش دو تال فاسون، خديت دبلوم في الدياغنوستيك كليماتيزاسيون اوتوموبيل اي مانتونونس رابيد اوتوموبيل. ومن بعد دونك ولد حلال نصحني بالسي في، الفورماسيون سي في نتاع بيرو الشغل، دونك قدمت فيها لقيت موافقه الحمد لله يا ربي. عملت الفورماسيون، تعديت امبيونس تحفونا على الاخر، خرجت منها ببلان دافير حاضر ايتود كومبليت. صبيت ليتود نتاعي في البي تي اس،
تعطلت من الاول شويه، لقيت رفض من البي تي اس من الاول، ما أيستش، قعدت نتبع فيهم بشوي بشوي بشوي، الحمد لله يا ربي وافقونا، وافقتنا البي تي اس على المشروع على نظام المرابحة. خرجت باكسبيريونس باهية برشا من الفورماسيون من السي في بلوتو، هي اللي خلتني نعمل ايتود كومبليت، ايتود واضحة على الاخر، عطلتنا البنكة من الاولى ما سافا الحمد لله وافقونا، وتوا معناتها يا ربي لك الف حمد وشكر كريت محل، هاني قاعد نعمل في الاميناجمون تاعي. المشروع تقريبا كلفته في حدود 85,000 دينار، يا ربي لك الف حمد وشكر، معناتها بيرو الشغل قاعد يواكب معايا في المشروع تاعي، يتبع فيا، فما مراقبه فما معاينه، انا بور مومون تاو نستناو في الاشغال اللي تكمل، يجينا الماتريال بقدرة الله، نعملوا ريسبسيون بطبيعة، نستدعوا بيرو الشغل هذاك على الرأس والعين وبش يكون هو لول، نستدعوا البنك، نستدعوا الناس كل، وإن شاء الله ربي سهل ونتوكلوا على الله. اسمي فاتمة محجوب بني حسان، ولاية مستير، متخرجة من 2004 من الانستيتي أغريكول شط مريم. كانت فكرة المشروع أني نعمل مشروع، كنت ديما نحلم أني نعمل مشروع روحي. كانت فكرة المشروع ملول بار فورماسيون عن طريق بيبينير أكواتيك لابياء مستير. عملت فورماسيون على الفالوريزاسيون دي بلونت ميديسينال، وبعتالي جاتني فكرة مشروع استخراج زيت بذور الهندي، بما أنه الهندي موجود بارتو ومصلي على النبي معناها وغير مستغل، و سيتون بلانت بيرين، سيتون بلانت دو فالور مي ماناش مستغلينها. البروجي متاعي بيان سور ديستيني على الاكسبور. من الأول عملت إبرجمون في البيبينير أكواتيك في مستير، بيبينير دي لابيا، وخذيت بيرو غادي وأفيك ريزو انترنت تليفون، كل شيء برسك موجود متوفر. عملت دي فورماسيون مع لابيا على الكوميرسياليزاسيون دي برودوي أغريكول و جيسيون دونتربريز أغريكول. قدمت دوسية للبي تي اس، جيتي اكوردي بار لي بي تي اس، وتعديت ليتاب دو كونكريتيزاسيون دي بروجي، وتوا اون كور داكيزيسيون دو ماتيريال، وان شاء الله السيزون هذه نبدا ان شاء الله. Donc c'est la composante presse. D'accord, très bien. Dernier. C'est vrai que j'imaginais pas, en allant en Tunisie, trouver un atelier comme ça de fabrication d'appareils. C'est merveilleux, quoi. Surtout après qu'on nous ait dit partout, oh non, l'ULM ça n'existe pas. Si elle vole aussi bien qu'elle est belle, mais vous savez, c'est Dassault qui disait, quand un avion est beau, il vole bien. Voilà. Donc là, il est beau, bah, il doit sûrement bien voler. Ah oui, ah oui. Ah oui. Et pour ces jeunes-là qui ont un grand espoir de voler un jour en ULM, vous êtes là en tant que président. Et bon, nous, évidemment, on va aider au maximum la fédération à s'installer. Le but d'une fédération, c'est de fédérer. Oui, en fait, là, l'équipe, elle est jeune. Oui. Elle est très motivée. Très, très motivée. Elle est 50% femme, 50% hein. Ah oui, ça c'est extraordinaire, j'avoue là, que là, moi je suis sidéré de voir dans cet atelier là, 5 femmes qui sont toutes enthousiastes, ça c'est formidable. لوجيك يقول لك يا خويا خدمني على عقول، خدمني على كيفاش يتغير طريقه التفكير نتاعو، اون ديفلوب ليسبري دو ليسبري دو ديفلوبمون، ليسبري دو مانجمنت، اون ديفلوب لا ريفليكسيون، اون سورت دو جيمناستيك انتيليكتويل، واللي يخدموا على طريقه التفكير، كيفاش باش ياخذ يولي عنده قدره على اخذ القرار المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، هذه الخدمه نتاعنا. اولا سي في لا نخدموا عندنا شكاره فلوس نفرقوا فيها.
ثانيا لنا احنا اوني دي ديسيدور او نيفو دو فينانسمون او ابري لا فورماسيون ce qu'on travaille c'est le cerveau humain c'est une sorte comme si une pâte à modeler pour que la pâte de qui elle se développe on développe on fait معناها on crée une personne positive قادر عليها معناها باش تتفاعل مع المحيط نتاعها بايجابيه هذه الخدمه نتاعنا